السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض فكرة إعادة الإعمار، واتكلمنا عن البناء العاجل والبناء الدائم والطاقة والمية، والنهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا ألا وهو التعامل مع الردم أو الركام، اللي هي بقايا المباني وبقايا البنية التحتية اللي اتدمرت في الصراع أو الكوارث الطبيعية، لأن دي ممكن تكون خطر على الصحة العامة، وهي في نفس الوقت هو يعتبر يعني مادة خام نقدر ان احنا نستغلها ونستفاد منها، وفي نفس الوقت بتعطل ان انت عايز تبني مكان جديد، فلازم ان احنا نفكر فيها ازاي نستغلها. فلما اول حاجة ممكن ناخدها من الركام دوت الحديد نفسه، نقدر ان احنا ناخد الحديد لان في اماكن بيبقى صعب تدخل الحديد، فلما نادم الهيكل المصنعة من الخرسانة او ترميمها هنبدأ ان احنا نحاول نستفاد من اي حاجة موجودة فيها نستخلصها. وفي طبعا أجهزة زي آلة الكسارة بتبدأ تكسر الحاجة، وطبعا لازم تحط النفايات لوحدها والخشب لوحده والورق لوحده عشان ما تدخلش حاجة مثلا تستخدم في البناء تاني، فقلب بها خشب وقلب بها ورق، نحاول نحقق قدر الإمكان نفرز الكتل المتبقية ديت. فالخرسانة هي مادة بناء شائعة بس بيطلع منها كمية نفايات كبيرة جدا، فمحتاجين ان احنا نعمل لها إعادة تدوير عشان نعمل خرسانة جديدة، وده فيه فوائد كتيرة بيئية واقتصادية. فأول حاجة نعملها اللي هو إن احنا بنجمع الخرسانة من موقع الهدم والترميم، إزالة المعادن زي حديد التسليح نشيله من الخرسانة عشان نستخدمه تاني، نكسر الخرسانة لركام وفرز الركام حسب الحجم، وكسر الطوب عشان ممكن نستخدمه لعمل بناء وحاجز أمواج. في فكرة تمام إن الركام يتجمع وتعمل منه رصيف ومينا وحاجات كتيرة جدا بالشكل دوت، تمام زي هرم القاعدة بتاعته هنا، بحيث الركام كله هيترمي في البحر ويتعمل منه مينا، وده اتعمل في دول أوروبية كتيرة جدا. لكن اللي هو بيفكروا فيه أمريكا والكيان ودول كتيرة إن هم يعملوه بشكل مثلث بالشكل دوت، ليه؟ عشان في أي لحظة يضرب دي يكون قطع الجزء دوت عن غزة ويبدأ يدمر في ده ويدمر في ده، تمام؟ فلازم المثلث تكون القاعدة بتاعته موجودة هنا. طيب ممكن ان احنا نستخدمها في مشاريع البناء، ممكن نستخدمها في تحسين المناظر الطبيعية زي طبقات تبليط صخري. وركام المنازل المدمرة ممكن ان احنا نستخدم الأنابيب المياه المكسورة او التلفة لجمع المياه من الأمطار او مصادر مياه الأخرى. شفنا في الفيديو الخاص بالمية ان احنا ممكن نستخدم جهاز التكييف في ان احنا نكثف المية بشكل معين، شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، بحيث ان احنا نقدر نولد المية من قلب الهواء المشبع بالمية، لان غزة قريبة من البحر او في دول كتيرة بتبقى قريبة من البحر. واستخدام المرشحات المصنوعة من مواد محلية لتطهير المياه. ممكن نستخدم برضو اجزاء من الركام لتوليد الكهرباء زي محركات كهربائية موجودة زي جهاز تكييف الشعر أو خلاط العصير. استخدام الخلايا الشمسية الموجودة في الألواح الشمسية عشان نولد الطاقة. استخدام توربينات الرياح. كل الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها تكسير ممكن احنا نجيبها ونعيد استخدامها مرة أخرى. ممكن طبعا لو عندك أي فكرة يا ريت تشاركها معانا عشان ايه الناس كلها تستفيد. طيب الفوائد ان احنا تتقلل النفايات، قدرت تعمل اعادة تدوير، قدرت تحافظ على الموارد، قدرت توفر الطاقة، قدرت تحسن جودة الهواء. ممكن نعيد استخدام مواد كتير جدا زي الخرسانة. ممكن نعيد تقليل الاثر البيئي ومنخفض النفقات لو انت هتعمل من اول جديد، غير لما يكون عندك مواد بتعيد استخدامها. ففي فوائد كتير جدا لموضوع اعادة الاعمار مع الاستفادة من الركام. والدراسات بتقول ان الركام المعاد استخدامه ممكن تستخدمه في الخرسانة وبنفس القوة وبنفس الجودة، فنقدر ان احنا نستخدمه اكتر من مرة، ومفروض ان احنا بنعمل تخلص امن من الردم والركام وفصل مواد البناء عن الاسلاك عن الحديد عند الهدم عشان نقدر ان احنا نعيد استخدامها، ونقدر نحن نستخدمها بشكل وعمل ممر آمن للهدم وممر الحركة الصناعية وممر تاني لحركة المشاة، ونبلغ الناس بمواعيد الهدم. وفي طبعا آلات متخصصة للهدم وجرافات.
طيب معدات اعاده التدوير، عندنا اعاده التدوير اللي هي الكساره، دي بتكسر الصخور الكبيره لصخور اصغر او حصى او دقيق صخري، فده نقدر من خلاله نقلل المواد المخلفات ونستعيد استخدامها. وفي طبعا الكود المصري لتدوير المخلفات الصلبه الجزء الاول والثاني والرابع، والدليل الاسترشادي لتطوير المخلفات الصلبه، والكود المصري اسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم اداره المخلفات، تقدر ان انت تطلع عليهم. الكود المصري ممتاز في الجزء دوت، يعني ما لقيتش ليه بديل خالص، حاجه قويه ما شاء الله. طيب وطبعا المركز القومي لحوثي البناء عمل دراسات كتيره في موضوع اعاده التدوير واستفاده من الخرسانه.